من الزمالك نروح لنادي المقاولون العرب وحرس الباشمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكره بنادي المقاولون العرب على عقد جلسه مع اللاعبين قبل مباراه امتي النهارده في الجوله السابعه من الدوري عشان يحفزهم للمباراه، مشير ان النادي بيسير يعني بخطى ثابته في الوقت الحالي تحت قياده كابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق خلال الفتره الحاليه في مسابقه الدوري الممتاز. واكد المشرف العام على الكره الباشمهندس طبعا محمد عادل نادي المقاولون العرب على ضروره تنفيذ التعليمات الخاصه بالكابتن شوقي غريب المدير الفني الحالي للفريق علشان بقى يحققوا اهداف الفريق في الموسم الحالي. ونادي المقاولون ماشي بصوره جيده في الفتره الاخيره، والفتره الجايه بقى بيعد نفسه بشكل قوي ابتداء من مباراه اليوم عشان يحصد عدد كبير من النقاط يقدر ان هو يرتاح في الدور الثاني. نروح لنادي الاسماعيلي، والنهارده يختتم الفريق تدريباته استعدادا لمواجهه بيراميدز بكره ليها ان شاء الله بكره على استاد الاسماعيليه ضمن منافسات ايضا الجوله السابعه للدوري المصري. بيخوض نادي الاسماعيلي مرانه الاخير على ملعبه، وبعديها اعلن الكابتن ايمن الجمل قائمه بقى المباراه اللي هتدخل معسكر مغلق الليله. وبيستعيد طبعا فريق نادي الاسماعيلي جهود خلاص صالح جمعه صانع العاب الفريق هيكون موجود في مباراه بيراميدز بعد انتهاء الايقاف، بينما يعود بقى كريم عرفات كمان ايضا بعد التعافي من الاصابه بكسر في اليد. لكن على جانب اخر يعني بيستمر غياب حمدي النجاز بسبب مزق في العضله الضمه. خد نادي الاسماعيلي يعني عايز اقول لحضراتكم 6 مباريات في الدوري حتى الان، خسر 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكهم 6 اهداف ولم يحقق اي فوز حتى الان. يبقى نادي الاسماعيلي في المركز ال 16 بجدول ترتيب الدوري المصري، ونتمنى ان شاء الله نادي الاسماعيلي يعني كل التوفيق ليه الفتره الجايه. جمهور يستحق الاكتر، ومجلس اداره بيحاول الفتره الحاليه ان يوفر كل طلبات الجهاز الفني، وان شاء الله كلنا ورا نادي الاسماعيلي وكل الانديه المصريه. كده تكون خلصت فقره اخبارنا المحليه، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقراتنا في اخبار اون تايم. خليكم معانا.